الحمد لله انا راه فهاد العام راه شقاتو ليا الوداد الركراكي كيعطي الخطه مزيان الخطه كيعطيها مزيان راه ما جاش كندوي من ما جاش غنزوق ولا شي حاجه ونشكر شكر 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 جماهير الوداد انا جيت لهم نحتفل بالبطوله نحتفل معاهم بالبطوله ملي غادي يعطيو البطولة انا بغيت انا كنتمنى ما تلقى البطولة ونحتفل مع اللعابة ونبدا عليهم ماكينة بينزا ماكينة بينزا ونلعبوا كأس العالم للأندية ونلعبوا كأس العالم للأندية ثاني كأس السوبر تو نلعبوا عليه تو غنديوه نلعبوا على البطولة يدينا الشامبيونز ليغ اللي واعر ديناه وديما وداد وكنشكر الجماهير الوداديه راه لاننا على الجماهير الوداديه وديما وداد وكاس العرش هذاك تو غنديو انا جيت من منطقه دوغار السواكا جماعه الحساسنق اقليم برشيد راه بغيت من بعد ياجلوا لنا الماتش ديال الديربي راه ضروري باش نحضر راه ما باركينش غادي عارفه بنادم راه مدي مع الحول مقابل لك خدمه مقابلنا شي دراري خوتي والله الا طلبت قلت للوالده خلينا نمشي وقالت لي جات سير وبعد راه شقات ديال الوداد وكنشكر سعيد الناصري كنتمنى يعيط عليا ملي يكون الحفل ملي تكون لاعب الوداد راه صافي النشاط صافي مع الجماهير الوداد اليوم مع اللعابه وبغيتي شي توني ديال الدوري يجي نديو الوداد ولا شي صوربيط عجب عليا بزاف وديما وداد وكنشكر جماهير الوداد ديال المغرب والرايه رفرفات في القرقارات وديما وداد اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة